يا هلا والله فيكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم فرسان الموستنج. نحن اليوم متواجدين في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في دبي. خلونا نتعرف مع بعض على الفارس الجديد. مرحبا، معكم أنس من سوريا، عمري 30 سنة، مقيم بالإمارات من 13 سنة، سيارتي فورد موستنج موديل 2016، دشل كاليفورنيا، طريق عرب جي تي. اليوم نحن عم نصور حلقة بتقلكم على كل شيء بالسيارة من الألف إلى الياء. انتظرونا بالحلقة، حيكون شيء واو. بعد السيرش، بعد التشيكينج، قررت انه اخذ الفورد موستنج لعدة اسباب. انه هي مو بس سيارة سباق، السيارة ممكن تعدل عليها انت بشيء بسيط كماديا. اوكي، ممكن يكون هذا الشيء 10% من سعر سيارة لامبرجيني ولا فيراري. اوكي، وانت تطلع على حلبة مع هاي السيارة وانت يعني تتنافس انت وياه، وانت اخر شيء يكون التوقيت تبعك احسن من التوقيت تبعه. انا كذا مره صارت معي سيارتي القديمه، يعني شو كانت سيارتك؟ اي موديل؟ فورد موستنج 2011 5.0 بس مانوال جير كانت. ممتاز. كثير فرق 2011، يعني عوده ال 5.0، عوده قوه الموستنج هاي السنه كانت حلوة. صراحه المانوال جير توتالي ديفرنت اكسبيرينس. طيب الان بما انه انس وعشق التعديل، وشايفين انتم كمان امامكم بالصور كيف السياره ما شاء الله من الخارج، يعني كاستم تعديل خيالي. اوكي، خبرنا عن نوع البادي كيت وكيف سويته ومين صعب الفكرة وهالقصص هاي كلها. البادي كيت اسمه ألفا ميل بيرفورمانس. البادي كيت موجود فقط بـ USA، not available in UAE. أنا شفت السيارة أول ما كان نازل البادي كيت، شفت السيارة عجبتني كوايد بادي، إنه كان لسه فكرة حتى الوايد بادي. هلأ هي first وايد بادي in UAE سيارتي. شفت البادي كيت عجبني صراحة، وبدي شيء متميز عن العالم الثانية. صارت الفكرة ببالي. أول شيء طبعاً قررت إني أشتري الفورد موستنج، اشتريت السيارة. السيارة طبعاً كانت كلها أسود قبل ما تكون سيلفر، وشايفت الاير برش عليها وكل شيء. كانت السيارة لون أسود. حلو. جبت الويلز أول شيء طبعاً. التيارات، أنت أول شيء بدك تشتغل على البادي بدك تجيب التايرز. أوكي. جبت الرينجات، جبت التايرز، حطيتهم، أخذت الأوفست قديش طالع التاير برات السيارة وقياسات. كم حجم التاير؟ الأوفست تبع التاير 11.5. يعني بالسنتيمتر تقريبا طالع برات السياره حوالي كثير 11.5 انش. اوكي، ياسات وعلميلي وكذا. وبعثت للشركه نفسها اللي هي الفا ميل بيرفورمانس، بعثت لهم انه بدي الوايد بادي، عملنا اوردر، انشحن الوايد بادي، ركبت الوايد بادي، طلعت فيها للسياره بالشارع. صدقا يعني الاكسبكتيشن اللي اخذته من السياره ما كنت انا متوقع هيك. يعني السياره الحمد لله طلعت كثير رائعه. ليش غيرت الاسود للسيلفر؟ كنت بدي اعمل سيلفر غير لون، يعني كنت بدي اقرر انه سيلفر انا غير لون غير هاد كروم، يعني كروم بس. ما قدرت اخذ، يعني ما قدرت اخذ ترخيص على الموضوع. ما قدرت اخذ ترخيص على الموضوع 100%. بالضبط. توجهت للسيلفر كمان. سيارتي انا هلا في، شايف فيلم ترانسفورمر؟ اكيد. في الوايلد وان بتوين ذا ميجاترون اسمه، هذا دائما شرير. شكله انت يا شرير يا انس. انا شرير يا جماعه الخير. فانت هي الشخصيه اللي تحبها، فعم تعمل سيارتك نفسها. عملت سيارتي نفسها. هلا الاير براش حيكمل على كل السياره ان شاء الله، عم جهزها للكستم شو. التعديل مستمر. هلا عندي ورا بالترانك، وقت تفتح الترانك لفوق. اوكي، عم حاول اعمل كولكشن للموستنج من سنه 1964. اوكي، للكرنت داي. اخذ كل موديلات الموستنج رسمات صغيره. حلو. تمام، وتمشي من اول سنه 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 مع ال اي دي سيستم وكذا. حيكون شيء كثير حلو ان شاء الله. وهلا صرت عامل، شوفوا تاريخ الفيديو عشان لو نزلت هاي الفكره. انس هو صاحب الفكره. انا صاحب الفكره. اذا حد اخذ الفكره بيكون اخذها من انس. ايوه، انا مره بسمعها صراحه. فكره جدا حلوه يونيك. معظم الناس سووا ساوند سيستم او شاشات او كذا، انس حيسوي فكره جدا حلوه. الان كداخلي انا شايف مثلا الجلد الازرق مع اللمسات هاي. شوف هذا اللوجو المعصب، هذا هو اللوجو اللي انت بتحبه 100%. هذا اخذ انا لوجو كميجاترون. ونفس الوقت هو اخذ السنيك، يعني كمان انا عامله مثل انه بتوين سنيك والميجاترون، لانه بتعرف الموستنج كانت تحكي شيلبي وسنيك واخذه مع بعض. حلو. اخذت اللوجو هذا انا ليكون تعبيرا عن الموستنج شيلبي يعني، والشعار السنيك،
والميجاترون نفس الوقت. انا شايف من الداخل فقط هو تلبيس شيء خفيف. الشاشه عاملها شاشه مثل ايباد كامل اوكي، ولمسات التطريز والتنجيد يعني داخليا مو كثير. انت مهتم بشكل خارجي اكثر؟ في مشاريع تعديلات داخليه اكثر؟ في مشروع لايت كامل جوات السياره. هلا هذا اللايت بيمشي هلا بالليل بفرجيك اياه. مبين شايف انا مبين السياره خط مثل ال اي دي داخلي. وهي بس حينشغل عليها حتكون صدف. هلا ثواني ما حدا عامل هي القصه. صدف ولا لون صدف؟ لا حتكون صدف حقيقي، حتنشال وحيتنجر. يعني قلت لك بس كشفت شي... اوراقه ها. اذا شفت سياره ثانيه بهذا الموضوع انا ما خصني. انت كشفت اوراقك. هلا ما في مشكله، هو عشق واحد اخر الشيء. اخر شيء اي واحد بسوي الموستنج بالنسبه لك. ما عندي اي مشكله. حلو الروح الرياضيه عن انس، انه ما عندي مشكله افكاره تروح لها عشاق وملاك موستنج ثاني. الوايد بادي طبعا هو عباره عن فندرات، فقط فندرات يمين ويسار وورا. حلو. مع الوايد بادي طبعا هون انا كنت عم استنى يصل الوايد بادي حتى اقرر شو بدي اعمل كمان تعديلات ثانيه. طبعا الفرونت ليب، الباك ديفيوزرز كله عاملوا كربون فايبر. انت كل اوريجينال كربون فايبر ام ام دي كل. هلا انا السياره كمان هلا في عالم بتلاقيها تروح تجيب الافتر ماركت الكوبي اللي هو تعبان. انا ما بنصح انه يجيبوا هذا الشيء. يعني انت كل شيء عندك اوريجينال بتجيبه، كل شيء اوريجينال اوثرايزد من فورد. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه بيكون اوفيشال ديستريبيوتر لفورد، يعني ام ام دي ديزاين. اغلبيه قطع سيارتي من ام ام دي ديزاين. اوكي. كبرايس كثير اكسبتبل الجماعه، يعني مع اي مارك اي براند ثاني بالسوق تشاينيز او اي شيء. وقطعتهم يعني عن جد عم تعطيك جماليه كثير حلوه للسياره. أصلي يعني اصلي شيء، وانه خلينا نقول معظم ملاك فورد يعتمدوه عالميا 100%. مو فقط انه شكله، وحتى جوده كواليتي عاليه بتكون 100%. جبت البادي كيت، ركبت، قررت بقى لانه صرت اختار بين الفرونت ليب باك ليب مع بعض. طبعا الفرونت ليب ام ام دي ديزاين، الديفيوزر ام ام دي ديزاين اوريجينال كاربون فايبر، من على الجناب شفت الخياشيم وهالقصص. اوكي، اعطيتها كثير وايد للسياره. طيب جناح المجد على السياره اجى مع البادي كيت؟ مع البادي كيت، نسيت خبرك عليه. لا اجى مع البادي كيت، بس هو ما عنده اياه كالبادي كيت نفسه. كمان فسروا لي اكسترا تفصيل. يعني فسروا لي ان انت بتتخيل العذاب تبع انك انت تعطي القياسات وكذا وبدي اياه هيك وبدي اياه هيك. بالضبط. في حد بيساعدك الموضوع ولا انت لحالك؟ انا كل شيء، انا من الالف الى الياء. السياره 6 اشهر بناء. طب انا كنت عم تحكي لي انه انت عندك نقاط ايجابيه بسيارتك، انه ما تفكر وايد بادي كيت ورنجات يعني وزن زياده. انت مستوى سيارتك بالهوائيات ما زال نفس مستوى سياره ستوك بدون هالتعديلات والوزن الزياده. ليش؟ 100%. لانه الريمز اللي جايبون هن سوبر سبورت ريمز بيجوا 1 بيس، ايتش ريم 6 كي جي بس 24 كيلو ذا 4 ريمز. هلا هول ذا اونلي 1 ريمز ان ذا ماركت كمان سوبر كيرف سوبر ديب كونكاف 1 بيس. بالعاده بيجي 3 بيسز بيجي وزن الريم 15 كيلو. ما شاء الله. يعني انا شايف رده فعل السيارات والناس اللي بالشارع. عم نمشي كنا شارع الشيخ زايد داون تاون دبي مول وبرج خليفة، فعم شوف الناس كيف نظرتهم للسيارة، كله بتطلع بيصور، فعلا ملفت النظر، فعلا شغل جميل. أنا استعدادات ميكانيكية على سيارتك شو؟ أنا سامع صوت بورلا. معروف البورلا على الموسيقى، فأنا أول ما دكيت سيف سمعت صوت البورلا. بورلا بتاعك. هوائيات كاملة بالسيارة شغال عليها. عندك سبرينج بوستر، عندك البوست اير مانيفولد. حلو. كان في الهيدرز بي بي كي لونج تيوب مع اكس بايب كمان بي بي كي اوف رود. انا شايف انس انه السياره كانت في معارض. انا شايف سيارتك قبل في معارض سيارات وكاستم وهيك. اخذت جوائز؟ الحمد لله اخذت 4 جوائز. اغلبيتهم يعني فيرست 2 بليسز. عندي هلا كاستم شو الاميريتس. أيوة. هذا من اهم المعارض اللي بتصير. بتعرف معروف. طبعا معروف. نحضر المعارض. غطينا اكثر مره كمان. ثيرد بليس كموستينج جي سي سي 37 كونتري بارتيسيبيتينج. ما شاء الله كان في تقريبا بتوقع حوالي 40 موستينج، وما شاء الله كلهم شغالين. يعني بتشوف الموستينج انت بتضل انه واو سيارته عن جد. انه عندها سيارته عن جد. فهمت عليك يا سيدي. الله يبارك يا انس. اذا التعديلات الميكانيكيه خفيفه، اذا انت ان شاء الله يعني حصلت على جائزة وفزت بلقب فرسان موسيقى وحصلت على 10,000 دولار تعديل، يعني حتوجه اعتقد ميكانيك ولا كمان في شيء بالبدن؟ لا ميكانيك صراحة. هلا متوجه ميكانيك وبقوة صراحة. عندي ماكينة كاملة مفروطة جاهزة للتعديل. للتعديل. وحيكون... وقفت المشروع شوي عشان بلكي تربح المسابقة انت. شكلك. ايوه حركاتك يا انس.
هو اون بروجريس هلا السياره ان شاء الله ان شاء الله حتطلع على 850 هورس باور. هلا شغله ثانيه انا ما ذكرت لك اياها انه الفورد موستنج كمان من نوع السيارات اللي انت حتشتري وتعدل وتدفع شيء بسيط وتصل السياره 1000 هورس باور وانت ممكن تضل فيها ديلي درايف بالضبط. يعني انا ممكن اضل اخذ السياره البوست واطي وماشي عم روح وارجع فيها على الشغل وعادي وشغل وايد بديكت وامورك طيبه. شغله ثانيه احلى انه انا كثير عالم هلا بالطريق يعني بتشوف موستنج كذا بيجي بده ريس تعرف يعني انت هذا الموضوع وقت انت تطلع على اللامبورغيني بالطريق ولا عن سيارة تانية وانت بتكون يعني تخيل انت موقفه انه هو شاري سيارة فرضنا 1.5 مليون انت سيارتك خلينا نقول 200-300,000 انت اخر الشيء عم يعني عم تمشي قدامه يعني شعوره عن جد حلو. انس لو انت فزت حصلت على لقب فارس الموستنج وسفير الموستنج في الشرق الأوسط، شو ردة فعلك حتكون؟ هذا طبعاً حيكون شرف كتير كبير لي هذا الشيء، وأنا بشكلي الطبيعي هلأ بساعد أي شخص بيسألني عن أي شيء بسيارتي في عالم بتلاقيه إنه شو عامل بسيارتك سر بيقلك أو يعني أنا ما عندي هذا الشيء، أنا كل شخص حيسألني حبصله المعلومات اللي بدي إياها، بنصحه طبعاً بالأوريجينال بارتس، بنصحه إنه يتوجه لأي شيء أوفيشال ديستريبيوتر ما تروح على الأفتر ماركت من الحكي. أوكي. بس يعني هو هذا العشق اللي راح توصل راح تساعد كل مالك موستنج في سيارته 100% وهذا العشق اللي جمعنا وهذا الشيء يعني كل العالم اللي مالك موستنج. انا مثل ما بتشوف موستنج بالطريق تلاقيه واقف انت لحالك بتوقف تنزل له الشباك وكيفه تسلم على بعض خلاص اصحاب نحن وان فاميلي نحن حلو حلو. طيب انس يعني صراحه معلومات كثيره عن سيارتك الله يوفقك مشروع جدا جميل. الان وين حنروح؟ هلا والله يا برو رايحين نلعب جيم لانه انا اليوم ما رحت اتمرنت انا من الصبح معكم تصوير وحابب انه نطلع نتمرن انا وياك شكلك بتلعب شويه حديد اي جنبك ما في انا بس انه صراحه زمان مو متمرن بس يلا اوكي خلاص انا بتمرن معك يلا حبيبي نتمرن معك يلا دمرتني لا رواق اللي شهر مو رايح تمرين ما في عرق عن الاجباري شو اجباري ما شاء الله عليه يعني دمرني انا شهر مو متمرن دخلنا على تمرين وما في اكل كويس هلا حسمعك صوتي نسيك كل شيء بدك تصحصحني هالدمرت اضربني يلا يلا نسمع صوت البورلا بسم الله ما شاء الله اذكروا الله يا جماعه الخير الله الله لا اسمع 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 الله روا صح صح اوكي حبيبي يا برو يعطيك العافيه الله يعافيك انوس ما شاء الله عليك سياره تعبان عليها كل شيء كاستم لحاله طلب سوى فصل وفي خطه للمستقبل ان شاء الله الله يعطيك خير وفيك شر السياره انس يا برو مبسطنا فيكم اليوم كثير حبيبي شكرا لك على اليوم الجميل والمتعب اوكي يا جماعه الخير لا تنسوا التصويت لانس اذا عجبتكم سيارته عشان يكون هو فارس الموستنج ويحمل لقب سفير الموستنج واكيد جمهورنا الحبيب تصويتك لانس ولا غير انس ايضا بدخلك السحب لتفوز برحله لامريكا الك ولمرافق مدفوعه التكاليف وتزور مصانع فورد وتشوف اسرار التصنيع ويمكن تجرب سيارات بعد ما نزلت لا تنسون ايضا من لايك وشير للحلقه اذا عجبتكم ونحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي السلام عليكم السلام عليكم